متحدث باسم وزاره التربيه والتعليم. مساء الخير. مساء الخير استاذ احمد، تحياتي ليك وللساده المشاهدين. اولا طمني على المدارس، التقارير اللي عندكم، المتابعه لهذا الفيروس المخلاوي التنفسي. والحقيقه استاذ احمد، يعني هو وردت الوزاره شكاوى من عدد من اولياء الامور حوالين اصابه اولادهم يعني بادوار، سواء متعلقه بدور برد او دور الفيروس دوت اللي حضرتك بتتكلم عليه. ف يعني في تنسيق طبعا متكامل ما بين وزاره التربيه والتعليم ووزاره الصحه والسكان، وبناء على هذا التنسيق الدكتور رضا حجازي النهارده يعني اصدر توجيهاته من خلال كتاب دوري بجزئيتين مهمين. الجزء الاول وهو خاص بالوزاره بشكل بحت، وهو التيسير على ابنائنا الطلاب بعقد امتحان شهر اخر موحد تحدده المدرسه لامتحان شهر نوفمبر، وده هيبقى موجه يعني هيقوم باعداد وموجه الماده بالاداره التعليميه، هيبقى مخصص للطلاب اللي لم تمكنهم حالتهم المرضيه من حضور الامتحان بتاع شهر نوفمبر، ولكن ده هيشترط ان الطالب هيحضر معاه شهاده تفيد العذر الطبي. دي الجزئيه الاولى. الجزئيه الثانيه متعلقه بتطبيق الاجراءات الاحترازيه الوارده فيه دليل وزاره الصحه والسكان، والدليل ده موجود من بدري جدا، يعني هو دليل وزاره الصحه والسكان اللي فيه كافه الاجراءات الاحترازيه، هو دليل قديم ليس وليد اللحظه، هيتم تطبيقه. وتم توجيه من كابتن الوزير لكافه مديرين المديريات على مستوى المحافظات يتم تطبيق الاجراءات دي بشكل كامل في مختلف المدارس. من ابرز طبعا الاجراءات هو التاكيد على وجود طبيب او الدائره الصحيه المعنيه بالكشف على الطلاب داخل كل مدرسه، والكشف على الحالات المشتبه اصابتها باي مرض او حاله اعياء، وطبعا وعزلها وابلاغ ولي الامر. وطبعا في كمان فحص الطلاب وعزل كل من تظهر عليه اعراض او حاله اعياء، وملاحظه الطلاب كمان في الطابور الصباحي وداخل الفصول الدراسيه، وهيتم ايضا طبعا ابلاغ ولي الامر يعني في حاله اي طالب من ابنائنا الطلاب هيكون في حاله اعياء او اصابه هيتم ابلاغ ولي الامر مباشره علشان يجي ياخده. ويعني هو يعني هيقعد في البيت ويتم حتى يتم شفائه تماما، وبعد ما يرجع المدرسه باذن الله ان شاء الله يجيب شهاده تفيد شفائه تماما من الحاله اللي كانت. الشهاده دي بصراحه عندكم ارقام ولا ما عندكوش؟ احنا غير معنيين بالارقام استاذ احمد، يعني ده وزاره التربيه والتعليم غير معنيه بالارقام، ولكن هو احنا طبعا بتورد الينا شكاوى من اولياء الامور. ولكن فكره الارقام الخاصه برصد حالات معينه او الاصابات او كده دي مش المنوط بيها الوزاره. طيب الصحه دلوقتي الدكتور عوض تاج الدين دلوقتي كان بيقول لنا انه المدارس المفترض تاخد اجراءات، ويفضل داخل الفصول. طبعا مساله الكمامات عمليه قال ممكن تبقى صعبه بتحد من حركه الولاد، ولكن على الاقل يبقى في اجراءات وقائيه في حاله اكتشاف حاله، او يعني يبقى في مرور او في متابعه. ايه التوجيه في هذا الشأن تحديدا للمدارس بالكامل؟ هي الكمامات طبعا من ضمن الاجراءات الاحترازيه اللي هيتم تطبيقها استاذ احمد. وكمان برضو من ضمن الاجراءات اللي هتتم ايضا التطهير وتعقيم الفصول الدراسيه والمنشات التعليميه كلها. فيعني هو عدد كبير من النقاط اللي متضمنها الاجراءات الاحترازيه الموجوده في دليل وزاره الصحه والسكان هيتم تطبيقها بالكامل ومتابعتها مع مديرين المديريات والاشراف عليها بشكل لا يعني. هيتم الزام المدارس بالكامل ارتداء الكمامات؟ ارتداء الكمامات للطلاب هي من ضمن الاجراءات الاحترازيه. أيوة. اللي هيتم تطبيقها. اللي هيتم تطبيقها داخل المدارس. وبالاضافه لعمليه تطهير للمدارس. تطهير وتعقيم للفصول الدراسيه. نعم. والقاعات. نعم. طيب لكن بشكل عام زي ما نقول كده الدراسه ماشيه، ما فيش عندنا مشاكل على الاطلاق، ما فيش حالات ذعر والحمد لله، مش عايزين نبقى في قلق بين الاسر المصريه. احنا عايزين نطمن بس اولياء الامور استاذ احمد، ما فيش اي حاله قلق خالص، العمليه التعليميه منتظمه وماشيه بشكل جيد. كويس. ويعني حتى بما يتعلق بورود بعض الشكاوى من الاصابات ديت هو بيتم التعامل معها على طول، والطالب يعني مش 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 لازم في حاله اصابته مش لازم يكون متواجد في المدرسه، يفضل في البيت حتى يتم شفائه تماما ويرجع المدرسه، بس يبقى معاه شهاده او الروشته الخاصه بتفيد يعني شفائه التام من هذا الاعياء. فهو واخد اجازه مرضيه، يجي المدرسه لما يرجع معاه الشهاده ان هو كان بيتعالج من كذا وكذا وكذا لا قدر الله.
بالظبط استاذ احمد، بالظبط. اشكرك شكرا جزيلا استاذ شادي زلطه، متحدث باسم وزاره التربيه والتعليم.